تخيم أجواء الحزن والحداد على دولة الكويت، حيث يشاطر الكويتيون أشقاءهم في المملكة العربية السعودية الحزن والعزاء بوفاة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود. تزامن ذلك مع إعلان الحداد 3 أيام وتنكيس الأعلام فوق الوزارات والمؤسسات والجهات الرسمية. يشاطر الكويتيين أشقائهم في المملكة العربية السعودية الحزن والعزاء بوفاة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، والدعاء لله تعالى أن ينزله منازل الأبرار ويسكنه فسيح جناته. نعزي إخواننا في المملكة العربية السعودية والشعب السعودي بوفاة الملك عبد الله رحمة الله عليه خادم الحرمين الشريفين، وأيضا نتمنى للقيادة الجديدة أن تتطلع بمسؤولياتها وأن تكون إن شاء الله على قدر المرحلة كما هو العهد بهم دوما. وفي الحقيقة المنطقة ككل خليجيا وإقليميا وعربيا ووفقا للمعايير السعودية قد فقدت زعيما إصلاحيا ساهم خلال سنوات حكمه تحديدا في الشأن الاقتصادي والسياسي والاجتماعي بعمل تحولات كثيرة جدا، وكان الفقيد الملك عبد الله لاعبا أساسيا وزعيما في التوازنات الإقليمية والعربية والخليجية. تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، ولا شك أن كل مسلم على وجه الأرض يتذكر الملك وأياديه البيضاء وعمله الدؤوب من أجل القضايا الإسلامية والعربية ونصرة المظلومين في كل مكان ونشره الشريعة الإسلامية وإنفاق المبالغ الطائلة لخدمة المسلمين في أماكن كثيرة في العالم في المساجد وفي الدعاة وغيرها. فجعت الأمة العربية والإسلامية فجر يوم الجمعة الماضي بوفاة قامة حقيقة ورمز من رموز المنطقة العربية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. هذا الرجل صاحب الحكمة ويعني النظرة الثاقبة والذي يعني أياديه بيضاء في جميع أنحاء الدول العربية والإسلامية. حزن وحداد يعبر عنهما هنا في الكويت بإعلان الحداد 3 أيام وتنكيس الأعلام فوق الوزارات والمؤسسات والجهات الرسمية. حزن الكويت كبير اليوم بحجم عطاءات الملك عبد الله بن عبد العزيز طيب الله ثراه فقيد الأمة الذي شكل نموذجا للشجاعة والمروءة والتسامح والخير بكل وجوهه. وأود أن أستذكر وأنتهز هذه الفرصة لأستذكر مناقب المغفور له رحمة الله عليه من إنجازاته التي تتعلق بالقضايا الإنسانية وقضايا الأمتين العربية والإسلامية، كما لا يفوتني أن أستذكر أعماله الجليلة بما يخص الحرمين الشريفين، وذلك بإنجاز أكبر توسعة شهدها العالم الإسلامي. احنا في الكويت لا يمكن أن ننسى مواقف الشجاعة الأخوية التي ستظل ماثلة في ذاكرة كل كويتي يشهد للملك عبد الله مواقفه المشهودة. يعجز الإنسان عن وصف ما يتحلى به هذا الرجل من خصال، رجل نجح في تحقيق المعادلة الصعبة في الالتزام بالمواقف والمبادئ وفي العمل السياسي. ترك الراحل الكبير مآثر ستبقيه خالدا في قلوب كل الكويتيين وضمائرهم، فالكويت حكومة وشعبا ستظل تذكر بكل تقدير وعرفان موقف الملك عبد الله بن عبد العزيز طيب الله ثراه الباسلة خلال أزمة الغزو العراقي الآثم لدولة الكويت عام 1990، عندما هبت المملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وشعبا لمؤازرة الحق الكويتي المغتصب، وسخرت كل إمكانياتها لخدمة أبناء الكويت، حيث شاركت في تكوين تحالف دولي غير مسبوق لطرد قوات الاحتلال وتحرير البلاد. نعم، هكذا كانت المملكة العربية السعودية ودولة الكويت،
وستبقيان في خندق واحد وقلب واحد ومصير واحد.